يتجه الأنظار لملعب إيدونا بارك بدورتموند للاستضافة الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريق البروسيا دورتموند الألماني وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي في قمة المباريات اليوم. الكل يريد مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فضل الطلب زر لايك والاشتراك بالقناة وشاهد معنا هذا الفيديو حتى الأخير لكي تعرف كيف تشاهد مباراة اليوم. سوف تلعب في الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت غرينيتش، وسوف تنقل وتذيع المباراة على قناة بي ان بريمير ديوان الناقل الحصري للمباراة بتعليق حافظ الدراجي. تجدون الرابط في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعم البلاك والاشتراك بالقناة، ونضرب لكم موعد في موعد قادم.